الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة مساك تي في على إتاحة هذه الفرصة للتواصل. مصطفى الحياة، أستاذ جامعي، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض له في الأشغال. بالنسبة لمنجزات مقاطعة مولاي رشيد هي أنواع، وتنطلق أساسا من تعاقد الذي تم بيننا وبين الساكنة وما التزمنا به من أولويات في عمر هذه الولاية الجماعية لمجلس مقاطعة مولاي رشيد. تعاقدنا وألزمنا أنفسنا بثلاثة ديال الأولويات أن نلتزم بها وننجزها. الأولوية الأولى تتعلق بالطرق، والأولوية الثانية تتعلق بالتجهيزات الرياضية وملاعب القرب، والأولوية الثالثة هي الحدائق والبيئة. بالنسبة لهذه الأولويات استطعنا أن نلبيها بحساب النفقات أو بالمنحة التي نتلقاها من مجلس المدينة سنويا، جماعة الدار البيضاء. وهنالك يعني مشاريع أخرى الحمد لله أتينا بها من جماعة الدار البيضاء، سنفرد لها أيضا حديثا خاصا في إطار المنجزات، لأن هذه المشاريع التي أتينا بها من جماعة الدار البيضاء مشاريع بمبالغ مهمة ستنجز إن شاء الله، بعدها أنجز وبعدها في طريق إنجاز، ستنجز فوق تراب مقاطعة مولاي رشيد ليتكامل تدخل المقاطعة من خلال منحتها التي تتلقاها من الجماعة، وكذلك ما أنجزته الجماعة فوق ترابها بجهود الرئيس وبدعم المجلس، لأن عدة مرات كنا نرسل ملتمسات كمجلس، نرسل ملتمسات إلى رئيس جماعة الدار البيضاء ليتدخل في هذا الميدان أو ذاك أو في هذه الأولوية أو تلك. فنبدأ إن شاء الله بالأولوية الأولى التي هي الطرق التي تعاقدنا فيها مع يعني الساكنة على أساس أننا سنحل لهم مشاكل الطرق الخاصة بالطرق. حينما تولينا هذه المسؤولية وجدنا مجموعة من الأحياء ليس فيها تبليط، وإنما هي تعاني من الأتربة. أقول بأن مجموعة 6 كانت كلها أتربة، مجموعة 5 كانت كلها أتربة، مجموعة 4 كان نصفها أتربة ونصفها معبد أو مبلط، المجموعة 3 كان نصف ديالها أتربة، المسيرة 2 يعني حي حمارة النص ديالها كانت أتربة، وقل مثل ذلك. المسيرة 3 كانت كلها أتربة. فأخذ المجلس على عاتقه بأن يخلص الساكنة من هذه الأتربة، أن الإنسان يدخل البيت ديالو كيدخل غيسفر رجليه ولا ناضت شي عجاجة كذاك، العجاج كله كيدخل البيوت الداخل، وحتى كرفيسة كانوا فيها الناس ما شاء الله. طبعا هنا وقع تكامل بين هذا المشكل ديال الطرق والمشكل ديال الأتربة، وقع تكامل بين مقاطعة مولاي رشيد وجماعة الدار البيضاء. كيف؟ هنا عندنا أنا بصفتي نائب العمدة المفوض له في الطرق على مستوى جماعة الدار البيضاء، بغيت نبرمج هذيك الأزقة ديال مولاي رشيد يعني في إطار فونكسيون، في إطار يعني الكرياسيون، في إطار إحداث الطرق ميزانية جماعة الدار البيضاء. فوجدت صعوبات كبيرة، علاش؟ لأننا في جماعة الدار البيضاء عندنا الميزانية ديال الزفت ديال لونتروتيان، وما عندناش ميزانية ديال الزفت ديال الكرياسيون ديال إحداث الطرق وديال شق الطرق. وهذا المشكل ديال الأتربة في مولاي رشيد عندو علاقة بشق الطرق، ما عندوش علاقة بلونتروتيان، لأن ما كاينش أصلا الشانطين غاديين إلى لونتروتيان، باقي ما كاينش. خاصو الإحداث وخاصو شق الطرق من أول ولا. فشنو درنا؟ كان عندنا بالنظر لهذه الصعوبات اللي كاين عند جماعة الدار البيضاء في الزفت ديال الكرياسيون أو في الميزانية ديال التجهيز ديال الكرياسيون ديال الطرق يعني لأول مرة،
باش نغطيو هذا العجز وهذا النقص تكلفت المقاطعة بالتبليط عن طريق الدلاج، وهذا يمكن ديروا المقاطعة. دارت الدلاج لهذه الأحياء، الدلاج المجموعة 6 مولاي رشيد، الدلاج المجموعة 5 مولاي رشيد الأزقة ديالها، الدلاج ديال نص ديال ديال المجموعة ديال الأحمارة، نص ديال الدلاج ديال مسيرة 3 كاملة، وهكذا. يعني البلاصة اللي فيها الأتربة درنا لها الدلاج، درنا لها الدلاج على أساس أن هذاك الدلاج غنديروا فوق منه الزفت ديال لونتروتيان، وهو موجود من جماعة الدار البيضاء. جماعة الدار البيضاء ما عندهاش مشكل كبير بزاف في الزفت ديال لونتروتيان، كاين. ف باش نستافدوا من الزفت ديال لونتروتيان خاصنا يكون عندنا طريق مقادة خاصها غير الزفت ديال لونتروتيان. فجبنا الحمد لله الزفت من مجلس المدينة، درناه في مقاطعة مولاي رشيد ما يزيد على 100,000 متر كاري ديال الدلاج في هذه الأحياء اللي ذكرت لكم اللي كان فيها الأتربة. فالحمد لله درنا واحد الكوش مانس ديال الزفت، واحد الكوش خفيف ديال الزفت كافي، وراه الحمد لله الآن صح منهم. ما كاين هذوك الأزقة اللي صوبناهم بالسماعات، صوبناهم بالدلاج، عاد درنا فوق منه الزفت. يعني تصور انت شانطي غدير فيه الدلاج ودير فوق منه الزفت، واش عمره ما يقول أح كما تيقولوا. فالحمد لله الأمور صدقت مزيانة وخلصنا الساكنة من الأتربة. هذا بالنسبة للأتربة. بالنسبة لصيانة الطرق على مستوى مقاطعة مولاي رشيد، كنستافدوا بحالنا بحال سائر المقاطعات، لأن واحد المسألة أخلاقية وكتتعلق بالمسؤولية ديالي كنائب عمدة مفوض له في الأشغال. غيقولوا الناس راه غادي يهز كاع ديك المقدرات ديال مجلس المدينة ويجيبها للمقاطعة اللي كيترأسها. هذا الشيء ما يمكنليش نقوم به وما يمكنليش نديرو، لأنني مسؤول قبل من عندي مصداقية أخلاقية أنه واخا هاد الشركة تاع مولاي رشيد بقات كتسنى في قاعة الانتظار واحد السنوات طويلة، يعني تستاهل انك واخا دير فيها واحد الحصه مضوبله راك يلاه عطيتها حقها. ولكن الوضع ديالي كنائب عمده مفوض له في الاشغال اخلاقيا ما يمكن ليش نجاري الرغبات ديالي. انا ما مكرهتش هاد مولاي رشيد نصوبها في بين عشيه وضحاها، ولكن كاين انك تاخذ حقك اللي جاك وسط الزملاء ديالك اللي 16 مقاطعه اللي كلهم كنا كنديروا لهم الزفت كاملين وكنديروا نبرمجوا لهم كاملين. ف في هذه الاستفاده اللي كنا كنستافدوا حقنا في اللجان، يعني كنا كناخذوا بعض الخطرات كل سنه واما 25,000 متر كاري او 35,000 متر كاري. اذا كانت الصفقه كبيره كناخذوا الحصه ديالنا ديال الزفت ديال لونتروتيان 35,000 متر كاري، الا كانت الصفقه صغيره كناخذوا 25,000 متر كاري بحالنا بحال المقاطعات الاخرين. ففي هذه 25,000 متر كاري ولا 35,000 متر كاري على هذه السنوات الحمد لله صلحنا واحد المجموعه ديال الشوارع، واحد المجموعه ديال الازقه. فالحمد لله دابا وثاني توج هذا الشيء كلشي بهذه المشاريع الكبرى اللي جات من مجلس المدينه. وهذا الشيء قلت لكم الكلام ديالنا غادي يكون داخل فيه حتى مجلس المدينه، لانه ما يمكنش تفرق. فالحمد لله الان شارع محمد بوزيان ها هو في احسن حله. شارع محمد بوزيان كدور الساكنه كدور الدور كدوزو على الخيريه ويدوزو يمشيو لسيدي مومن وكذا الى اخره، كيدوزو الساكنه يعني كيشوفوا شارع محمد بوزيان كيفاش ولا، ومازال ان شاء الله بان ما تفيناش. يلاه دابا كيصوبوا ليه لافواري وكذا الى اخره، زفت كيصوبوا ليه طوليط. يعني ها هو تهنينا من شارع محمد بوزيان، وماشي بمبلغ اللي هو ساهل 37 مليون درهم، يعني مبلغ كبير وكبير بزاف. ها هو الحمد لله موجود، صوبتوا لنا كازا اميناجمون مشكوره. وطبعا هذاك الشيء من يعني من مجلس المدينه، من جماعه الدار البيضاء، من ان جماعه الدار البيضاء داخله في جميع المشاريع ديال كازا اميناجمون، داخله فيها جماعه الدار البيضاء. اذا ها هو الشارع ديال محمد بوزيان اللي هو القلب النابض ديال المقاطعه، تصاوب الحمد لله ب 37 مليون ديال الدرهم. شارع دريش الحارثي ها هو داز فيه الترامواي، غادي تصلح كامل، لان الترامواي اللي جاي من شارع محمد السادس وداز من وسط سباته وبن مسيك وجا عندنا، يعني غادي يدوز حتى دريش الحارثي غيتصلح كله الحمد لله. تنينا من شارع دريش الحارثي. شارع عبد القادر الصحراوي الحمد لله حتى هو النص ديالو داز فيه الترامواي غيتصلح، والنص الاخر حنا تابعين الشركه ديال كازا ترونسبور كنقولوا ليها خاصك تصاوبيه باش يجي لاغموني، باش يجي منظر واحد، ماشي شارع واحد مرقع نصه داز فيه الترامواي في شكل والنص الاخر بقى
بشكل اخر، خاصو واحد شارع واحد سميتو عبد القادر الصحراوي خاص يكون على مستوى واحد من الـ من الـ من الـ من الاتقان ومن الجوده. راه شارع واحد عنده الشخصيه ديالو المعنويه كواحده قائمه خاصو يكون. حنا تابعين دابا كازا ترونسبور باش ان شاء الله تكملوا لينا. بالنسبه للشارع ديال القوات المساعده، الحمد لله تعطى الامر بالشروع في الاشغال للشركه، الشركه ان شاء الله اللي طاحت عليها الصفقه في مجلس المدينه راه غادي تصوبوا، وراه الحمد لله تعطاها لوب سيرفيس، وراه داروا معاهم التقنيين ديالنا، التقنيين ديال مجلس المدينه داروا الاجتماع الاول مع الشركه، وراه غيبداو في غضون هذا الاسبوع، من نوع الاسبوع غادي يبداو ان شاء الله، الا ما بداو قبل يبداو ان شاء الله الانجاز ديال الشارع والهيئه والتهيئه اميناجمون ديال شارع القوات المساعده اللي غيستافدوا من الساكنه ديال سدري والساكنه ديال بورنازيل والساكنه ديال حي الرجاء وكذا وغيرهم كاع اللي كيستعمل الطريق راه غادي يستافد من هذا الشارع من الساكنه كامله ديال المقاطعه. اذا بالنسبه لشارع القوات المساعده الحمد لله غيتصلح دو فصاد فصاد من الواجهه الى الواجهه. فطبعا شارع العقيد العلال حتى هو الحمد لله دابا راه داز فيه التراموي حتى هو غادي تصلح الحمد لله. اذا الشوارع الكبرى كلها ما داز فيها التراموي ولا جاها مشروع من مجلس المدينه صوبناه. الازقه الداخل راه درنا مجهود كبير كبير بزاف. هذا كل تحت التروطوار، كنتكلموا دابا على الشانطي على الفواري تحت التروطوار، ارانا فوق التروطوار. فوق التروطوار دار المقاطعه واحد المجهود جبار باش دير لوطو بلوكون، هذاك يعني ديال التتبيع ما يسمى بالتثبيت الذاتي، ترصيف عن طريق التثبيت الذاتي، يعني الترصيف بلوطو بلوكون. يعني هذا الترصيف هذا دارت فيه المقاطعه واحد المجهود جبار، دارت مليار في سنه واحده، مليار ديال لوطو بلوكون، صفقه ب 800 مليون وصفقه ب 200 مليون، اذا مليار بوحدو اللوطو. يلاه بدينا بهذا المليار، ومازال ان شاء الله جايين صفقات اخرين باش غادي كاع الازقه ديال مقاطعه مولاي رشيد كلها ان شاء الله غندخلوا لها لوطو بلوكون. دابا راه لوطو بلوكون الحمد لله راه الان راه كاين في المجموعات ديال مولاي رشيد، مجموعه واحد، مجموعه جوج درنا فيها لوطو بلوكون، المجموعه اربعه درنا فيها لوطو بلوكون، المجموعه خمسه ما تحتاجش لان بعد صوبنا لها الزفت هي المجموعه السته، ودرنا لها التبليط، صوبنا التبليط بفصاد فصاد، ما احتاجناش نخلو تما اليوم نحتاجو فيها كاع شي لوطو بلوكون، درنا الزنيقات ديال المجموعه خمسه والمجموعه السته باش يبقاو الزنيقات شويه من 90 وما نديروش فيهم الرصيف باش يمكن السياره تدخل وسياره تخرج ويكون واحد النوع من لا فلويديتي، واحد السيوله في السير والجولان داخل الحي ديال المجموعه خمسه والمجموعه السته وكاع الاحياء وكذلك المسيره ثلاثه اللي درنا فيهم الزفت من فصاد فصاد. نظرت القضيه مزيانه، ما درناش تروطوار لان اللي درنا التروطوار غادي نضيقوا الزنقه وتولي صغيره وغيولي حراج كبير، ولا الانسان كيدخل السياره ديالو هو مرتاح في هذه الازقه كلها اللي صوبناها بالزفت فصاد فصاد. اذا الزفت بلوكون الان كاين كما قلنا في المجموعه واحد، في المجموعه جوج، كاين في المجموعه اربعه، كاين في الزفت الان ولا الان دخل حي سدري، دخلنا البورنازيل حتى هو الحمد لله ديار الوفاء حتى هي بدينا فيها، الفضل حي الفضل حتى هو طلع ليه لوطو بلوكون الحمد لله، لان ديك الساكنه يعني الحمد لله كلهم كيستحقوا كل خير، وراه بدا لوطو بلوكون عندهم تما بواحد العلاقه دم وساق. فجميع الارصفه ديال المقاطعه مولاي رشيد ان شاء الله غادي نقادوها بهذا لوطو بلوكون باش تولي الجماليه ديالها، ودرناه ذاك لوطو بلوكون جيد مزوق اللي عنده واحد النظره جميله وعنده واحد النظره ممتازه جدا باش الازقه ديالنا الحمد لله داخل مقاطعه مولاي رشيد تولي في واحد المستوى يليق بالساكنه اللي كتستحق منا كل خير. اذا هذا بالنسبه للاولويه الاولى اللي تعاقدنا بها كما قلنا مع الساكنه اللي قلنا لهم غنقوموا بها اللي هي الطرق. ندوزوا الان للتجهيزات الرياضيه. التجهيزات الرياضيه وملاعب القرب. ملي تولينا المسؤوليه في هذه المقاطعه كان عندنا ملعب واحد لا اقل ولا اكثر، كان ملعب واحد في الغابه الخضراء كانت عليه المدابزه وكانت فيه المشاكل، وطبيعي لان عندك ملعب واحد ديال القرب بالعشب الاصطناعي مضاربه عليه منطقه كامله، فطبعا راه ما غاديش تمشي الامور بالشكل المناسب. درنا واحد المجهود جبار، ولات عندنا الان الحمد لله ما يقرب من 22 ملعب، كل تقريبا منطقه عندها الملاعب ديالها، ولا عندنا ملاعب في حماره
درنا واحد مجموعه كبيره ديال الملاعب في المسيره جوج حماره، ودرنا واحد مجموعه ودرنا جوج الملاعب في ديار الوفاء، ودرنا ملعب في الفضل، ودرنا جوج ملاعب في المجموعه اربعه، ودرنا ملاعب ايضا في داخل المسبح، ما كان يسمى بالمسبح اللي هو الملعب ديال العربي شباك، درنا تما هذوك جوج ملاعب، لان البلون داميناجمون اللي كاين في هذاك المسبح تما البلون داميناجمون كيقول تيران دو سبور، حنا تالينينا مع هذاك البلون داميناجمون، درنا تما دي تيران دو سبور كيما كينص عليهم البلون داميناجمون، والحمد لله. ودرنا ملعب كبير ايضا في هذاك ما كان يسمى بالمسبح لابيسين، درنا فيه ملعب كيلعبوا فيه فروق العصبه، سته ديال الفروق ديال العصبه الحمد لله. ف يعني راه هذا واحد الانجاز مهم ومهم جدا، ولاو الان ملاعب القرب يعني ولينا بحال كندا، يعني ملاعب القرب في كل بلاصه، فهذا شيء الحمد لله نفتخر به. وللشباب اللي عندنا في المنطقه، شباب باغي يلعب الرياضه وباغي كذا، ولكن في نفس الوقت ما نسيناش الحقوق ديال الاقليات، كاين اهتمام بالباسكيت، كاين اهتمام بالهوند يعني بكره اليد وكره السله وغيرها من الرياضات الاخرى، لان نظمنا واحد المجموعه ديال الملتقيات الرياضيه كنهتموا فيها ب 23 رياضه. حنا ما حق، ولكن كره القدم عندها الالق ديالها وعندها الجاذبيه ديالها، فحنا كنديروا للساكنه داكشي اللي باغا الساكنه، ولكن اقليات حتى هما عندهم الحقوق ديالهم. يعني كاين واحد المجهود الان باش نهتموا، بعدا بدينا بالباسكيت، راه واحد المجموعه ديال الحدائق غادي يكون فيهم ملاعب ديال الباسكيت، غتكون ان شاء الله في حديقه 20 غشت وفي حديقه الغابه الخضراء، وكذلك غادي يكون في المنتزه اللي غندويو عليه في الجانب البيئي الاولويه الثالثه، حتى هو غادي يكون فيه ملعب تما الباسكيت، وغادي يكون ملاعب ديال الباسكيت، غيكون ملعب ديال الباسكيت اطروا، غتكون ان شاء الله بجوار اقامه الهدى في المشروع الكبير اللي غندويو عليه حتى هو في البيئه، اللي هو كيتعلق بالحديقه ديال اقامه الهدى اللي غتصوبها لنا مجلس المدينه ب 7 مليون ديال الدرهم، وغدير لنا فيها جوج ملاعب ديال القرب، وغدير لنا فيها هذا الملعب ديال الباسكيت ان شاء الله ديال اطروا، اللي هو من جمله الانواع ديال الباسكيت اللي غيكون فيها عندها مستقبل، اللي غتولي هي اللي رائجه بشكل كبير. فعلى كل حال مهم بالنسبه لنا ملاعب القرب الان الحمد لله في كل مكان، ولكن ما كاينش غير الملاعب القرب، فقط التجهيزات الرياضيه كاين واحد المجموعه ديال القاعات اللي غادي تصاوب ان شاء الله، كاين قاعة غتصاوب في مجموعة أربعة، فلوسها كاينة، وغادي تجي شركة كازا أميناجمون بعد ما نحلوا المشكل العقاري، غادي تجي تصاوبها لنا كازا أميناجمون، وكاينة قاعة أخرى مساهم فيها مجلس المدينة ب 3 مليون ديال الدرهم، ومساهمة فيها مجلس العمالة ب 12 مليون ديال الدرهم، وردتها من بعد 9 مليون ديال الدرهم، مساهمة فيها المبادرة ب 3 مليون ديال الدرهم، هذه غتكون إن شاء الله في الغابة الخضراء، وراها حتى هي نتسناو نحلوا المشكل العقاري. فيها المشكل العقاري خصو يتحل باش يكون فيه واحد النوع من التراضي باش ندوزو للانجاز ديالها ان شاء الله. قاعه ممتازه، احسن قاعه ربما في الدار البيضاء، احسن قاعه في الدار البيضاء، كاينه في التقاطع ديال خليفه بن اسماعيل مع محمد جودار بن عبد الله، يعني جودار شارع جودار راه معروف في الغابه الخضراء، غتكون هي في الغابه الخضراء هاد القاعه هذه كبيره، غتكون ب 15 مليون ديال الدرهم، فتبارك الله انجاز كبير وكبير جدا في المجال الرياضي. طبعا يعني عندنا ايضا هيئنا يعني الخلف ديال الخلفيه ديال حديقه 20 غشت، كنا نظمنا فيها التبوريضه، وبعد نظمنا التبوريضه يعني اننا هيئنا هذيك المنطقه تما كلها، يعني هيئناها بساب الكاريير بتوفنون باش يلعبوا فيها الخيل وباش كذا، ولكن الحمد لله من بعد استغليناها باش تكون ملاعب ديال الحمري، عندنا تما حوالي 10 ديال الملاعب ديال الحمري ديال فوتبول 11، وهي ما كاينه حتى شي بلاصه، انا ما نظنش واش ما عمرني ما شفت شي بلاصه فيها 10 ديال الملاعب ديال الفوتبول 11، يعني اللي هو واحد الانجاز اللي هو توا انجاز نوعي، والكره كتلعب في الحمري، يعني الناس اللي كيلعبوا الكره راه كيلعبوهم في الحمري بزاف. إذا الأولوية الموالية هي المتعلقة بالأولوية ديال المساحات الخضراء وديال البيئة. أحسن إنجاز درناه في هذه الولاية هو ما يسمى وأطلقنا عليه منتزه أشجار الفيكوس. هذا منتزه أشجار الفيكوس أو الفيكوس
هذا المنتزه صعوبات المقاطعة بالمقدرات ديالها بمساعدة وبمساعدة مجلس المدينة أيضا، درنا واحد مجموعة ديال لي بوند كوموند الحمد لله، وصوبنا تما واحد المنتزه للساكنة، درنا فيه الأشجار ديال الفيكوس والكريكسي سميناه منتزه أشجار الفيكوس، درنا فيه الحمد لله الأشجار ديال الفيكوس، ودرنا فيه لي زاربيس الشجيرات بواحد الطريقة فيها واحد لارموني واحد التناسق واحد جا منتزه ممتاز. بعد ما كان نقطة سوداء، نقطة سوداء كتعاني منها منطقة المسيرة جوج حمارة، وكاين كيعانوا منها السكان ديال البركة أديتيف، وكانت هذيك المنطقة اللي سرق شي ساك ولا اللي كريسة شي حد كيمشي يهرب من هذيك المنطقة، ما يقدروا يدخلوا لها بوليس ما يقدروا، فولات الآن الحمد لله منتزه كيدار فيه الرياضة، ولات فيها واحد لابيست واحد واحد الحلبة ديال الجري ديال 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 العدو، حلبة ديال ألعاب القوى الحمد لله، كيجيو يترينيو فيها عباد الله تما، واللي بغى يجريو فيها ذكورا وإناثا، وكيجي واحد العدد محترم من الإناث كيجيو يديروا تما الرياضة ديالهم، وكذلك الذكور، ودرنا فيها الحمد لله بعض ملاعب القرب، ودرنا فيها واحد الملعب ديال كرة القدم 9×9 فوتبول أناف اللي عليه واحد الإقبال حتى هو كبير وكبير جدا من وليدات المنطقة، وكيستافدوا منه خصوصا الفئات الصغرى. يعني الحمد لله هذاك المنتزه ديال أشجار الفيكوس واحد الإضافة نوعية. ثم الحمد لله بمساعدة ديال مجلس المدينة جبنا واحد الصفقة متاخمة لإقامة الهدى، غتصاوب واحد الحديقة ب 7 مليون ديال الدرهم كما قلنا، وغادي تكامل مع داك الشارع اللي تصاوب 37 مليون ديال الدرهم، الشارع ديال محمد بوزيان هو اللي فيه الحديقة هذه اللي في إقامة الهدى، فالساكنة ديال الهدى الحمد لله غادي تولي عندهم واحد المرفق بيئي ممتاز جدا، وفيه تالي مانيج يعني لعب الأطفال، كاين ثلاثة لي سيت ثلاثة المواقع غيكون فيهم لعب الأطفال بجوار الساكنة ديال الهدى إقامة الهدى اللي كيستحقوا منا الحمد لله كل خير. وحتى داك المشروع ديال الفيكوس اللي درنا تما منتزه ديال الفيكوس راه كيستافدوا من الساكنة ديال الهدى لأنه جا قريب ليهم، وغيستافدوا إن شاء الله من جميع المشاريع اللي كتب. أما بالنسبة للمشاريع الكبرى ديال اللي جابت لنا من جيش جماعة الدار البيضاء، غنبدا بالمركب السوسيو ثقافي والرياضي. المركب السوسيو ثقافي والرياضي ب 24 مليون ديال الدرهم، غادي يكونوا فيه دي بيسين مسابح، غادي يكون فيه مسبح نصف اولمبي سومي اولمبيك، وغادي يكون فيه مسبح ديال الاطفال، وفي نفس الوقت يكون فيه لاكواجيم. لاكواجيم هو اي واحد خرج ليه الطبيب السباحه، الناس كبار ولا كذا الى اخره، كيستعمل نيت هذاك ديال الاطفال، داك المستوى ديال المياه فيه ما خصوش يكون عالي بزاف، ما خصوش يكون غارق بزاف، فيعني درنا فيه باش يكون اكواجيم وفي نفس الوقت ديال الاطفال. وغادي يكونوا فيه الحمد لله مجموعه ديال قاعات القرب ديال العاب القوى وديال ديال لي زار مارسيو فنون الحرب، وغادي يكون فيه واحد لوبيرج يعني بحيث واحد مركز ايواء، بحيث يجوا عندنا فرق مثلا من انحاء المغرب ما لقاوش مشكل يمشيو يكرو لهم بواحد الثمن كبير في الوطيل ولا، يعني يباتوا عندنا نيت هنا في لوبيرج حوالي 120 شخص يمكن تستافد من هذاك في ليله واحده يمكن يبات فيه 120 شخص، وتجيب لهم واحد المتعهد يقوم بالماكله ديالهم وكذا وكذا، وكاين فين ينعسوا ما غاديش، لان اللي صعيب هو المكان ديال الايواء. فالحمد لله باش نتفكوا من المصاريف ديال الاوتيلات ونتفكوا من المصاريف الكبيره، فيعني درنا هذا المشروع، هذا مشروع مهم جدا، اضافه الى المشاريع الاخرى اللي قلت لكم ديال 7 مليون ديال الدرهم و37 مليون ديال الدرهم اللي جابتها لنا في شارع شارع محمد بوزيان، وكذلك القاعه اللي دويت عليها تهيئة مساهمه فيها مجلس المدينه اللي هي قاعه ديال الخليفه بن اسماعيل، والكثير من القاعات ومن الانجازات اللي الحمد لله كلها غادي تكون اضافه نوعيه، وغادي يكون ان شاء الله واحد الملعب نختم بهذه، واحد الملعب ايضا غادي يكون وراء 20 غشت اللي غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم ملعب ديال كره القدم ديال 11 لاعب، لان عندنا نقص في هذا فوتبول اناف، وعندنا نقص في فوتبول 11 يعني كره اللاعبين 11 ديال 11 لاعب، والتيرانات ديال 9 اللاعبين عندنا فيهم نقص، فباش نعوضوا هذا النقص غادي نديروا هذاك التيران تما، راه الحمد لله درنا نقطه في جدول الاعمال ديال اخر دوره اللي غتكون في المجلس، غيدوز في هذاك الملعب باش تاوي يولي كامل ملعب كبير اللي عندنا اللي هو الملعب ديال مولاي رشيد ديال العشب الطبيعي، والملعب ديال العربي شباك سميناه العربي شباك ما كان يسمى بلا بيسين، يعني الحمد لله حتى هو راه كيلعبوا فيه الناس ديال كرة القدم ديال 11 لاعب. ثم هذا الملعب الجديد الثالث اللي حتى هو مهم ومهم جدا، وهكذا تكاملت مشاريع المقاطعة
مع مشاريع ومع إنجازات مجلس المدينة على ترابها، باش يكون واحد نوع من الخدمة للساكنة، وما دويتش على الأنشطة، ما دويتش على الأنشطة الاستثنائية اللي كنا كنديرو، اللي كنتعاملوا فيها مع مئات ديال الجمعيات، وكنت فعلوا فيها كما قلت مع 23 رياضة، باش الأنشطة يمكن لها يكون لها واحد المادة إعلامية بوحدها. وشكرا لكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.